واسمحوا لي بس ان انا باختصار شديد اكلمكم عن موضوعين. الموضوع الاولاني خاص بال يعني بالداخل بمصر وشؤونها، واحنا كنا خلال زي ما قلنا الاربع سنين الاخرين او اكتر كانت ظروف الكورونا وظروف الازمه الروسيه وايضا الحرب في غزه كان ليها تاثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر. لكن اقدر اقول لكم باختصار شديد ان الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال يعني الاسابيع القليله الماضيه يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لاعاده يعني تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه. ويمكن النهارده احنا بنتكلم على ان احنا عملنا يعني اتفاق اولي كده مع صندوق النقد الدولي، وفي ايضا مع البنك الدولي هيبقى في شكل من اشكال الدعم، ومع الاتحاد الاوروبي ايضا، بالاضافه طبعا للاجراءات الاخرى اللي انتوا عارفينها كويس. وده في حد ذاته هي خطوات من جانبنا ان احنا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي. فبطمنكم ان الحمد لله الامور ماشيه، وايضا ما فيش عندنا مشكله لا في السلع ولا حاجه، وحتى المستلزمات اللي كانت متاخره في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد.